اهلا وسهلا بيكم، انا معتز هاني ودي قناه كتب وسينما. هتكلم النهارده عن حاجه اسمها شادو او الظل، وايه معنى شادو وورك والتقنيات بقى المستخدمه لمحاوله اظهار هذا الظل. بيمثل ايه الظل ده في علم النفس؟ يعني بيمثل حاجه اسمها الهويه المكبوته، في حاجات بنخبيها جوانا او حاجات بنقمعها وبنرفض الاعتراف بيها. فكارل يونج طبعا عالم في علم النفس، يعني هو بيذكر بقى ان الظل ده هو الجانب المظلم المجهول من الشخصية. فكل شخص يعني في جانب بيظهره كده للناس والعامة من خلال شخصيته، وفي جانب خفي. فالشادو وورك ده من خلال بقى محاولة اظهار الجانب الخفي ده، من خلال مثلا واحد بيكتب يومياته او بيحاول يطلعه بشكل او باخر عشان ما يقمعوش جواه، فيشكل الجزء الاكثر سوادا. يعني لو قعدت تقمع حاجات معينة جواك من خلال هذا الجانب المظلم، فده ليه تداعيات يعني ومشاكل كتير. فهي الحاجة اللي بيقمعها الناس، الظل دي حاجة بتقمعها الناس وبيرفضوا الاعتراف بيها، او ما بيكون حاجة شبيهة بالسجن كده، او حاجة انت حابسها جوه نفسك. فالهدف من الشادو وورك او عمل الظل ده ان هو انت بتحاول تعمل استيعاب للجانبين، الجانب اللي هو المعلن منك وكمان الجانب الخفي. فالبرسونا هي يعني في تعريفها كده القناع اللي انت بترتديه لاظهار نفسك للعالم، بينما الشادو هو الجانب المظلم او العاطفي من نفسيتك. وتجاهل الجانب ده من نفسك يعني ليه عدد من الاضرار، ممكن مثلا يؤدي للقلق والاكتئاب، ممكن يؤدي لحاجات زي خداع الاخرين او التعامل السيء مع الاخرين. طبعا كل التعريفات دي هي لا تغني، او الحلقة دي بشكل عام لا تغني عن استشارة طبيب نفسي، هي مجرد بس مدخل للموضوع او بندردش فيه مع بعض. انما لو في حاجة مسيطرة عليك بشكل جامد جدا، او جانب يعني مظلم جدا من نفسك، وانت احنا هنتكلم دلوقتي عن تقنيات يعني لمحاولة اخراج الجانب ده من نفسك، بس دي كلها كلام عام، كل دي مقالات لا يغني طبعا عن استشارة طبيب، ولكن زي ما تقول هي معلومات عامة فقط، اكيد ده مش حلقة علاج مثلا يعني، ولكن هي دردشة في الموضوع. وبنشوف كده ايه فكرة الشادو ده، وايه هو الظل، وازاي ان احنا نحاول نخرج الجانب ده من شخصيتنا على الورق، من خلال مثلا عمل ابداعي، او من خلال كتابة يوميات، او الكلام ده كله. فيعني هي حلقة معلومات عن الموضوع، ولكن طبعا في بعض الحالات طبعا الطبيب النفسي هو الاساس في المواضيع بقى الخطيرة الخاصة بنفسيتك. ففي مقالات اتكلمت عن فوائد الشادو وورك ده، الموضوع ده ان انت بتحاول تخرج الجانب ده، ايه فوائده طيب لما الواحد يعمل الخطوات اللي لسه هنتكلم عنها. فقالوا ان هو بيخليك اكثر تقبلا لنفسك وللاخرين، وتقدر تواجه الصدمة والحزن اللي كانوا مكبوتين جواك، وتحسين التفاعل مع الاخرين، وشفاء من الصدمة مثلا اللي حصلت لك. وطبعا بيكون الطفولة لها جانب كبير في الموضوع ده، ساعات بيحصل تأثيرات من الطفولة وتفضل الحاجة دي مقموعة جواك لحد ما تكبر، ممكن تعمل اسقاط على الاخرين، او تحول الحاجة اللي جواك دي او الجانب السيء مثلا او حاجة مكبوتة جواك، تحاول تخرجها وتعمل اسقاط على الاخرين، تشوفها فيهم هم رغم ان الحاجة دي جواك. فابقاء الظل ده مخفي هو شكل من اشكال القمع، فده طبعا هيكون ليه عواقب بقى، يعني تؤدي ليه ان انت تيجي كده في لحظة وتنفجر ممكن في الاخرين نفسيا، وتحس كده ان حاجة بقى انت كاتمها جواك سنين طويلة. فالافضل ان انت تبدأ تخرجها تدريجيا كده، من خلال مثلا هنتكلم بقى عن الكتابة والكلام ده. فبعض الاستراتيجيات المستخدمة طبعا في حاجات ممكن تعملها بنفسك وحاجات من جانب طبيب، زي مثلا هم في علم النفس ممكن يعملوا حاجات لتحليل الاحلام اللي دايما مثلا بتراودك وكده، من خلال الاحلام ممكن يعرفوا موضوع الشادو او الظل. وممكن انت بقى مع نفسك من خلال كتابة يومياتك، او بتسجل كل حاجة بتيجي في بالك او بتجول في خاطرك، او انت حاسس ان انت قامعها جواك بس طلعها كده على الورق واكتب يومياتك دايما، ده بيساعدك على التعامل مع الجانب ده الخفي من جواك. ولكن لو جاب ورقة وقلم، طب يكتب ايه بقى؟ يعني الشخص يجيب كده ورقة وقلم ويبدأ يحاول يطلع الجانب ده من جواه او الظل ده، هيكتب ايه بقى؟ يكتب الاشياء اللي هو مثلا خايف منها، تكتب صورتك كده او تصورك عن نفسك، او ما بتكون غاضب ساعات من الاخرين، ايه اللي فكر كده بشكل عام، ايه الشيء اللي مخليك غاضب ومنفعل على الاخرين، وايه الحلم اللي بيتكرر معاك دايما او بيكون فيه مخاوف معينة. فممكن تسجيل الكلام ده على ورقة كده يحاول نوع من المصارحة
واضحه بينك وبين نفسك او ان انت بتحاول توصل للجانب ده من شخصيتك. فبيقول لك قبل ما تبدا حتى في عمل الشادو وورك ده والكلام ده، في 5 اسئله كده تبدا تجاوبهم الاول بينك وبين نفسك كمقدمه للدخول بقى في التمرينات او الحاجات اللي احنا هنتكلم عنها. فاول حاجه مثلا، من انا، ماذا اريد، ايه اللي المفروض اسيبه للحصول على الاشياء اللي انا عايزها، وايه الشخص اللي انا عايز يعني اصبح عليه، وايه الشخص اللي انا عايز اكونه. وطبعا الشادو وورك ده بياخد وقت حسب الحاله وحسب الشخص والكلام ده، مش مثلا واحد كده هيجي يكتب يومياته في يوم وخلاص فانت كده لا خرجت الجانب ده من نفسك. ده بياخد وقت طويل، ويعني حتى بقى لو في مراحل علاجيه ده بياخد مثلا جلسات بقى متعدده وكده، لو استشرت مثلا طبيب معين، خصوصا لو كان في صدمه في مرحله الطفوله مأثره عليك لحد دلوقتي، او كان في قمع مثلا من قبل الوالدين بشكل كبير جدا ومخليك لحد دلوقتي في جانب مظلم جواك ما انتش عارف تخرجه او تصارح نفسك بيه. فطبعا من الجوانب المهمه موضوع زي ما قلنا كتابه اليوميات، بيساعد جدا على اكتشاف الجانب ده من نفسك، وكلمات التاكيد او التاكيدات الايجابيه برضو ليها دور مهم، ان انت بتبرز كده المزايا الايجابيه اللي جواك، ان انت مثلا واثق من نفسك او بتشوف ايه الجوانب اللي بتخليك سعيد في حياتك، وان انت تؤمن بذاتك اكتر. ولما تتعامل مع الاخرين بشكل مثلا سلبي برضو دون الموضوع ده واكتب كده انا ليه عملت ده في الموقف ده، ليه طلعت الغضب ده فجأة ما الشخص قال كلمة معينة او ذكرني بموقف معين، هل ده طلع حاجة من جوايا من خلال مثلا طفولتي او حاجة انا حاسس ان انا كاتمها جوايا، ليه انفعلت لما قال سيرة مثلا موضوع معين، فتح كده نقطة معينة انت انفعلت فيه فجأة، فتبدأ تصارح نفسك بالموضوع ده وتبدأ تحاول اكتشاف ليه حصل كده في هذا الموقف. حتى ان الفن طبعا ليه دور كبير في الموضوع ده واظهار الجانب ده ومحاولة احتوائه، زي مثلا التعبير بقى بالموسيقى او بالكتابة، ممكن تخرج الجانب ده من جواك اصلا خالص في مثلا تكتب قصة قصيرة او تكتب يومياتك جانب مثلا حصل من حياتك، تبدأ تدونه كده في ورقة، او نوع من اخراج مثلا الموسيقى او الرسم او النحت او اي نوع من الفنون، ممكن برضو يحاول كنوع من التنفيس عن اللي جواك. ده مقال بيتكلم على بعض المواضيع او زي ما بيقولوا تمرينات لموضوع الشادو وورك ده، او ان انت حاجات ممكن تستخدمها وتكتبها. هناخد طبعا امثلة، هو يعني في هنا رقم كبير اكتر من حاجة و20 تمرين، هناخد كده بعضها ونذكر بعض الامثلة. فمثلا يعني بيقول لك كيف تعتقد ان الناس شايفينك، وده بيخليك تحس بإيه، وإيه أسوأ السمات أو الصفات اللي ممكن يتمتع بيها شخص، وهل أنت متمتع بالسمات دي أو أنت أظهرتها قبل كده، وإيه اللي بيخليك تحكم على الآخرين، وإيه الذكريات اللي أنت بتخجل منها، ومين اللي أنت مثلا ممكن تكون بتفكر فيه أو حاسس بمنافسة أو بتحسده أو وليه. واكتب رسالة للشخص اللي بيؤذيك مثلا، أو أنت حاسس أنه بيؤذيك في حياتك، واخبره بكل ما تريد. طبعا اكتبها يعني أنت في يومياتك، حاول تخرج الجانب ده من جواك، واكتب كمان ايه اللي بيخيفك وازاي كنت بتحس بالامان ساعات من الخوف ده، وايه اللي بيخليك تحس بعدم الامان، ومين اللي انت عندك ضغينة ضده وليه حاسس ان انت مش عارف تقضي على الضغينة دي، ومين اللي خذلك في حياتك، ومين اللي خلاك تشعر ان انت اكثر قيمة، وايه الاشياء اللي انت عايز الاخرين يتمنوها او يفهموها عنك، وايه الاكاذيب اللي انت قلتها لنفسك قبل كده، واسوأ ذكرياتك ايه من الطفولة، وايه الصداقات اللي بتخليك تحس بالامان، والعلاقات اللي انت حاسس ان انت دخلت فيها وهي يعني علاقات سامة او علاقات يعني سببت لك مشاكل، وايه الاكاذيب اللي انت قلتها لنفسك قبل كده. فدي بعض التمرينات زي ما المقالات بتتكلم. طبعا كل بقى مقال او موقع بيتكلم عن الموضوع ده بتلاقي ليه تمرينات مختلفة، ولكن هي كلها بالطريقة دي، ان انت بتحاول تحاول تخرج من خلال اليوميات، او ان انت زي ما تقول هي جلسة كده، كأن انت قاعد مثلا بشخصيتين، كأنك انت بتعالج نفسك، انت في شخصية كده نايمة مثلا قدامك وانت بتحاول تخرج منها كل المعلومات دي عشان توصل للجانب الخفي، بدل ما تكبته جواك حاول تخرجه على الورق وتشوف كده ايه المشاكل اللي كانت في حياتك، ليه انت حابس الاحساس ده جواك، مين اللي تكتب كده وتصارح نفسك، مين اللي بيؤذيك، ايه المشاكل اللي كانت بتحيط بيك مثلا في الطفولة، لو في كابوس معين بيجيلك كل ليلة او حاجة معينة قد يكون ده برضو نتيجة حاجة في الطفولة. وطبعا
كل دي زي ما قلنا معلومات عامة لا تغني عن الحضور بقى لجلسات حقيقية نفسية مع طبيب متخصص. ده موضوع تاني خالص يعني، هو اقدر واكثر قدرة يعني ان هو يخرج منك الموضوع ده بخلال بقى جلسات نفسية او علاج او الكلام ده كله، ولكن ده اليوميات طبعا هي برضو مفيدة في هذا الجانب بشكل كبير. فلو الحالة خطيرة او كبيرة او كده، فانا بتعتبر ان اليوميات هي محاولة ايه او خطوة تمهيدية قبل مثلا الذهاب لطبيب، ولكن هي كده كده ليها فوائد كبيرة جدا ونوع من المصارحة بينك وبين نفسك عشان تعرف نقاط ضعفك ونقاط قوتك، ليه عملت كده، ليه هاجمت الشخص ده لما قال جملة معينة، ليه كنت قامع الاحساس ده، الجانب المظلم او الخفي اللي جواك ده لازم تحاول تخرجه بدل ما تحبسه سنين طويلة. فده كان كلامنا او تعريف بسيط كده عن موضوع ايه هو الظل، الجانب الخفي ده او الناس تقول عليه الجانب المظلم من الشخصية، ومحاولة فهم ايه هو الشادو وورك واهميته، وبعد كده التمارين اللي انت ممكن تسجلها او تكتبها عشان تحاول تخرج هذا الجانب. ويا رب الحلقة تكون عجبتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.